طيب يا شباب، ده فيديو صغير كده هنتكلم فيه عن الجزئية بتاع الكلاسيفيكيشن اوف انزيم، تقسيمة الانزيمات. الانزيمات بتبقى متقسمة ازاي؟ اولا في كلاسيفيكيشنز كتير، بس الكلاسيفيكيشن اللي علينا او التقسيمة اللي علينا ان احنا بنقسم الانزيمات على حسب الرياكشنز اللي بتعملها، على حسب التفاعلات اللي بتعملها. بمعنى اصح يعني الانزيم ده بيشتغل بيعمل ايه؟ والله هو بيشيل مجموعة معينة، هو بيكسر سبستريت معين، هل هو بيعمل تفاعلات اكسده واختزال، هل هو بيربط حاجات ببعضها. فاحنا على حسب الرياكشن، حسب الوظيفه بتاعته، حسب شغله، قسمناهم لسته كلاسز اساسيين، ست تقسيمات كده اساسيين، كل كلاس تحتها سب كلاسز ثانيه وتفاصيل كبيره، بس احنا علينا ايه حاجه عامه كده، يعني كلام بسيط وحلو ان شاء الله هنعرفه. بس خلي بالك في نقطه، احنا لما بنيجي نقسم كلاس احنا علينا سته، هم ست كلاسز، الارقام بتاعتهم دي مش مكتوبه كده وخلاص، يعني كل كلاس من دول معروف ان رقمه العلمي كذا. الاكسديشن ريدكشن مثلا كلاس، الترانسف، زي ما هنعرف الاسماء بقى كمان شويه. كل رقم من دول اللي انا عايز اوصله لك ان كل رقم من دول فعلا بيعبر عن الانزيم ده، يعني الانزيمات مثلا اللي اسمها لايزيس دي هنعرفها كمان شويه انها بتربط او بتكسر حاجات معينه، الانزيمات دي معروف ان رقمها رقم اربعه، يبقى انا لازم عارف ان رقم اربعه دي الكلاس بتاع ليه؟ لان الانزيمات حديثا بقت تترقم تاخد ارقام، مثلا انزيم مثلا رقم واحد اتنين مش عارف خمسه سبعه، الرقم ده مثلا واحد يبقى الانزيم ده من نوع الاكسديشن ريدكشن، يبقى الانزيم ده بيعمل تفاعلات اكسده واختزال، ودي الخانه الاولانيه، والخانه الثانيه بتعبر عن حاجه، والخانه الثالثه بتعبر عن حاجه، والخانه الرابعه بتعبر عن حاجه، وهكذا. فعشان كده الارقام دي لازم تكون ايه معروفه كويس، ما تحفظهمش بترتيب مختلف. طيب دي اول حاجه. الحاجه الثانيه هنبدا بقى نتكلم عن كل كلاس فيهم، تعريفه ولو في سب كلاسز ليه مهمه هنعرفها، وبعد كده ناخد امثله بسيطه خالص عشان نفهم الدنيا بتاعتنا. طيب اول حاجه تفاعلات الاكسده والاختزال، اكسديشن ريدكشن. في انزيمات بقى بتعمل عمليات الاكسديشن ريدكشن دي، بيسموها ايه، ركز في الاسم بتاعها، بيسموها اوكسيدو ريدكتيز، اوكسيدو ريدكتيز اللي هي تفاعلات الاكسده واختزال. والانزيم اللي هيعمل اكسده طبيعي جدا ما دام التفاعل حصل فيه اكسده يبقى الوجه الاخر اختزال، ما احنا عارفين الاكسده واختزال او الاكسديشن ريدكشن وجهين لعمله واحده، فطبيعي لما يكون في انزيم هيعمل اكسده في نفس العمليه هيحصل اختزال. طب ازاي؟ زمان في الكيمياء هفكركم بسرعه كده، احنا خدنا ان تفاعلات الاكسده والاختزال دي حاجه من ثلاثه، لو قلنا مثلا اكسديشن، الاكسديشن ده بيبقى عباره عن حاجه من ثلاثه، يا اما انا بضيف للمركب اكسجين باكسده يعني، يا اما بشيل منه هيدروجين، يا اما بشيل منه الكترون. الاكسده دي هي كانت فقد الكترون اصلا، عمليه الاكسده دي ان انا بفقد الكترون، يبقى اول حاجه اضيف اكسجين للمركب او للمولكيول، يا اما اشيل منه هيدروجين او اشيل منه الكترون، اي عمليه من الثلاثه دول دي عمليه اكسده. وبالتالي البديهي الوجه الاخر لهذه العمليه هو الريدكشن. والله انت حطيت لي المركب الاولاني حطيت عليه اكسجين، طب الاكسجين ده جايبه منين؟ اكيد جايبه من مركب، يبقى في مركب انت شلت منه اكسجين، المركب بقى اللي انت شلت منه اكسجين ده انت عملت فيه ريدكشن، يبقى انت في مركب عملت فيه ريدكشن خدت منه اكسجين حطيته لمركب ثاني، يبقى المركب اللي هنا ده انت عملت له اكسديشن، والمركب اللي هنا انت شلت منه اكسجين فعملت له ريدكشن، وهكذا بقى. يبقى عمليه الريدكشن هي انك تشيل اكسجين او تضيف هيدروجين او تضيف الكترون، والجزئيه دي مهمه جدا عشان تعرف شغل الانزيمات بعد كده ان شاء الله في الميتابوليزم وفي البايوكيمستري طول السنتين. طيب يبقى دي ده الفرق ما بين الاكسديشن والريدكشن. لقينا بقى ان الاكسيدو ريدكتيز انزيمز دول، والله في انزيم ممكن يحط اكسجين، في انزيم ممكن يشيل هيدروجين، في انزيم ممكن يحط اكسجين على حاجه معينه، فبقينا نقسمهم حاجات بتحط اكسجين مثلا، حاجات بتشيل هيدروجين، قسمناهم لاربعه سب كلاسز، سب كلاسز رئيسيين. يبقى الكلاس تحتيه سب كلاس، قسمناهم لاربعه سب كلاسز. السب كلاس الاولانيه، بص ركز في الاسم، اسمه اوكسجينيز، هقول لك اسمائهم الاول وبعد كده نعرف الفرق ما بينهم. اول حاجه اسمها اوكسجينيز، ثاني حاجه اسمها اوكسيديز، ثالث حاجه اسمها دي هيدروجينيز، والاخير خالص اسمه ريدكتيز. واحده واحده عشان تعرف الفرق ما بينهم هنبدا واحده واحده. اول حاجه الاوكسجينيز ده كل وظيفته ان هو بيحط اكسجين، بيضيف اكسجين على المركب، تمام؟ والله ممكن يضيف جزء اكسجين واحد، يعني يضيف ذره اكسجين واحده، او يضيف اثنين، يعني ممكن يبقى مونو اكسجينيز، مونو يعني فردي اكسجينيز سوري، او داي. لو مونو هيحط جزء اكسجين واحد بس، يعني المركب مثلا لو مونو هيحط جزء اكسجين مركب واحد بس، لو مونو هيحط ذره اكسجين واحده بس، لو داي هيحط ذرتين اكسجين. مثال مثلا ادي مركب اهو، نفترض ايه هنحط عليه ذرتين اكسجين، فالمركب الجديد هيبقى AO2، ده المركب الجديد حطينا عليه ذرتين اكسجين، فالانزيم اللي اشتغل هنا كده، الانزيم اللي هنا في المنطقه ده هي كده اللي حفز التفاعل اسمه الداي اكسجينيز. طيب لو انا عايز اضيف، انا عندي جزء الاكسجين O2 عايز اضيف اخد منه ذره واحده بس،
يبقى انا عندي مثلا المركب اهو، المركب بتاعي ده لو جينا فردناه هنلاقي فيه اتش، مركبات عضويه عموما، المركبات العضويه بيبقى فيها كربون وفيها هيدروجين، احنا بقى هنقوم ضايفين وحده اكسجين على المركب ده فتتحد مع الهيدروجين، يبقى ده ادي الاكسجين اهو، ادي الاكسجين الاوتو اللي هو جزء الاكسجين الموجود في الطبيعه اللي بيتفاعل. لما نيجي بقى احنا عايزين الانزيم اللي هيشتغل هنا غير اللي فوق، اللي فوق ده كان مو كان كان ضاي سوري كان ضاي، الانزيم اللي تحت هنا كده ده مونو، يعني هياخد هيحط من هنا لهنا ذره اكسجين واحده بس، فيبقى ايه والمركب اللي ايه ده جواه مجموعه جواه ذره هيدروجين، فناخد ذره اكسجين مع ذره الهيدروجين يديني مركب اسمه ايه كربوكسيل اهو. فالمونو اكسجينيز ده او بيسموه الاسم الثاني هيدروكسيليز، ركز في الاسم هيدروكسيليز لانه بيكون مجموعه هيدروكسيل. ايا كان احنا خدنا جزء اكسجين واحد وبعد كده الجزء اللي فاضل هنا يتحد مع اي هيدروجين ثاني ويكون لي ميه. يبقى ثاني باختصار اول سب كلاس من السب كلاسز بتاع الاكسيدوريدكتيز، يعني اول نوع من انواع الانزيمات اللي بتستخدم في تفاعلات الاكسده والاختزال، نوع بيحط اكسجين. مش احنا اتفقنا ان الاكسده انك تحط اكسجين، في انزيم بقى بيأكسد بيحط اكسجين، والله ممكن يحط ذره اكسجين واحده او ممكن يحط اثنين، لو حط واحده نسميه مونو اكسجينيز، لو حط اثنين نسميه داي اكسجينيز. طيب في انزيم بقى تاني اسمه ايه؟ اسمه داي اكسجينيز، وعايزك تركز معايا هنا. الداي اكسجينيز ده سوري اسمه اكسيديز. الاكسيديز ده بقى بيعمل ايه؟ ركز، مش انا قلت لك ان الاكسده دي يا تحط اكسجين يا تشيل هيدروجين؟ طيب الانزيم ده بقى بص بيعمل خطوتين مهمين، وركز لازم تركز في الاسم عشان تعرف تسمى كده ليه. اول حاجه بيشيل هيدروجين، يعني بيأكسد بيشيل هيدروجين، بس مش بس كده، ده بيشيل الهيدروجين ده ويقوم رايح حاطه على اكسجين، يبقى بيشيل الهيدروجين بيعمل اكسده وبيحطه الماده الجديده اللي هتستقبل الهيدروجين ده اكسجين، فعشان كده اتسمى ايه اكسيديز. يبقى هو ليه اكسيديز؟ لانه بيعمل اكسده. طب هو بيشيل هيدروجين يا دكتور، ده الانزيم اللي جاي على طول ده اسمه دي هيدروجينيز، يعني ده بيشيل هيدروجين برضه. طب ليه ده اتسمى دي هيدروجينيز وده اتسمى اكسيديز؟ الاثنين بيشيلوا هيدروجين والاثنين بيعملوا اكسده. هقول لك ان ده بيشيل هيدروجين، دي بيشيل الهيدروجين اللي هو دي يعني ازاله، دي هيدروجينيز ده اهو هيشيل هيدروجين وهيروح يحطه على مركبات ثانيه، لكن الاكسيديز ده هيشيل هيدروجين ويحطه على اكسجين، فده بيعمل اكسده. ومش بس كده، ده الهيدروجين اللي بيشيله بيحطه على اكسجين، فقلنا نسميه ايه اكسيديز. يبقى المركب الاولاني اسمه اكسيديز، ده بيعمل ايه؟ بيشيل الهيدروجين يحطه على اكسجين. انما الدي هيدروجينيز ده بقى بيعمل ايه؟ بيشيل برضه الخطوه الاولانيه بيشيل هيدروجين، لكن بيحطه على مركبات ثانيه اسمها مستقبلات الهيدروجين. دي عباره عن مواد ومركبات كيميائيه ربنا سبحانه وتعالى خلقها في جسمنا، مركبات عضويه عادي جدا ربنا خلقها، تشبه النيوكليوتيدز اللي بتخش في تركيب الدي ان ايه. ما هو النيوكليوتيد لو بصيت فيها تلاقيه مركبات عضويه، ادينوزين مثلا، انت عندك في مركب اسمه الناد مثلا، ناد نيكوتين اميد داي نيوكليوتيد، داي بص ركز في الاسم الاخير داي نيوكليوتيد، يعني نيوكليوتيدات. انا مش دلوقتي مش بتكلم في تركيبها، تركيبها ده هندرسه ان شاء الله بعد كده، بس انا بتكلم ان دي مواد لو جيت بصيتها وكبرتها هتلاقي مواد عضويه مكونه من كربون وهيدروجين ونيوكليوتيدات عادي خالص، بس المواد دي ربنا خلقها انها عندها القدره انها تمسك هيدروجين وتلف بيه في الجسم. احنا هنحتاج الهيدروجين ده في اماكن ثانيه كتير، فبنروح على اي مركب، في مركب مثلا اسمه ايه، المركب ده احنا عايزين نشيل منه هيدروجين، يعني بنعمل له اكسده بنسحب منه الهيدروجين، فلما نسحب منه الهيدروجين نحطه على المركبات دي، العربيات دي عربيات بقى اهي، العربيات دهيت هتروح الجسم تشوف في اماكن عايزه هيدروجين، في اماكن عايزه اضيف لها هيدروجين اعمل لها ريدكشن. ما احنا قلنا انا هشيل من ايه هيدروجين، يعني انا بعمل لي ايه اكسده، احطه على العربيه، العربيه دي بقت شايله الايه شايله الاتش، العربيه دي تفضل ماشيه في الجسم، تروح على مركب اسمه بي، المركب بي ده عشان يشتغل محتاج الهيدروجين، فانا هقوم حاطط الهيدروجين للمركب بي، يبقى عملت له ريدكشن، يبقى انا المركب ايه شلت منه هيدروجين عملت له اكسده، ورحت المركب بي عملت له اختزال عن طريق ان انا حطيت له هيدروجين باستخدام عربيه. العربيات دي بقى مركبات كتير، انا عايزك بس تعرف اختصارها دلوقتي وخلاص. اسم يعني مثلا نيكوتين امايد دايد نيوكليوتيد ده ماده، دي اسم ماده ناد، اعرف الاختصار بتاع ناد دلوقتي وتركيبها، انا ممكن انزل لك صوره ليه، بس مش هو اللي يهمك دلوقتي، مش ده الكونتنت بتاع الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. ممكن الناد ده نمسكه مع فوسفاتاي نسميه ناد بي مركب، وفي مركبات تانية مشتقات من الفيتامينات، حاجه زي الفاد وحاجه زي الاف ام ان معلم. طيب يبقى دي عباره عن ايه؟ عربيات بتشيل الهيدروجين اسمها نواقل للهيدروجين. طيب ده يبقى احنا كده خدنا الاكسجينيز، ده بيضيف اكسجين واحده او اتنين، الاكسيديز بيشيل هيدروجين ويحطه على اكسجين، الدي هيدروجينيز بيشيل اكسجين ويحطه على عربيات تانية، مش اكسجين، عربيات تانية عباره عن مركبات عضويه كبيره هناخدها فيما بعد ان شاء الله. المركبات ديت بتاخد الهيدروجين تنقله لمركبات تانية في الجسم محتاجاه. طيب بعد كده الاخير خالص اسمه ايه بقى؟ الريدكتيز.
والريدكتيز ده بيعمل ايه؟ من اسمه كده بيعمل ريدكشن. والريدكشن كان عباره عن ايه؟ تشيل الاكسجين او تحط هيدروجين. الانزيم ده بقى اكتر وظيفه بيعملها ان هو بيحط هيدروجين على المركب، تمام؟ يبقى هو بص خلي بالك، في نقطه شايف هنا كده، الانزيم اللي كان بيشيل، شوف الحته الجميله دي، الانزيم اللي كان بيشيل الهيدروجين من ايه؟ مش ده كان مركب ايه؟ هو عامل لك باللون الاحمر، ده كان مركب ايه وده كان مركب بي. الانزيم اللي هنا كده كان بيشيل هيدروجين من الايه ويحطه على العربيه النقل، على الناد اللي هي العربيه النقل. فالانزيم ده كان بيشيل هيدروجين فسميناه دي هيدروجينيز، والهيدروجين مش على العربيه النقل ورايح لمكان تاني او مركب تاني اسمه بي او سبستريت تاني اسمه بي. يبقى انا هحط هيدروجين من العربيه للسبستريت، من الناد للسبستريت، يعني عايز انزيم يشيل الهيدروجين من هنا يحطه هنا، هيحطه هنا، بص هيضيف هيدروجين فنسميه ريدكتيز. ليه ريدكتيز؟ لانه بيحط الهيدروجين على المركب، وعمليه اضافه هيدروجين دي عمليه ريدكشن، تمام كده؟ دي كده كانت الجزئيه بتاعت الايه؟ الريدكشن، الاكسديشن ريدكشن، ومهمه جدا وهي اللي كان فيها كلام كتير. بعد كده الانواع الثانيه سهله جدا. نبدا باول واحد اسمه ترانسفيريز، وترانسفير يعني بينقل، وده حاجه سهله جدا خالص، بينقل جروبات. يعني مثلا في حاجه عندنا اسمها امينو ترانس امينيز او امينو ترانسفيريز. كلمه ترانسفير اصلا يعني ينقل، وايز يعني انزيم. ففي مركب اسمه امينو ترانسفيريز، او اسمه الثاني ترانس امينيز، يعني بينقل مجموعه امينو، بينقل الامينو جروب. احنا عندنا مثلا الامينو جروب اهي NH2، بيشيلها من مركب ايه يحطها على المركب بي. هي هنا كده مجموعه الامينو هنا اهي، هنعملها بصوره دايره كده، وماسكه في المركب اللي هو ايه ده، فيقوم هو شايلها وحاططها على المركب بي السبستريت بي. يبقى السبستريت بي مسك فيه مجموعه امينو جروب. يبقى الانزيم اللي عمل الحركه دي اسمها ايه؟ امينو ترانسفيرز. اي مجموعه بقى هينقل مثلا فوسفيت يبقى اسمه كينيز. فاكر الكينيزس قلنا ان هم بينقلوا فوسفيت، فهم بيعملوا ترانسفير يعني، بيسموهم حتى فوسفيت ترانسفيريز. يبقى الكينيز ده ما هو الا عباره عن ايه؟ ما بين قوسين كده فوسفيت ترانسفيريز، تمام؟ يبقى الترانسفيريز كل شغلهم ببساطه بياخدوا مجموعه من هنا يحطوها هنا، من مكان يحطوها مكان. طيب الهيدروليز، هيدرو يعني ميه، وهيدروليز يعني انزيم بيكسر بواسطه الميه. انا عندي مثلا رابطه ما بين كربونه وكربونه، ممكن افتتها واحللها بالميه، بكسرها بميه. العمليه دي اسمها هيدروليز. عندي مثلا روابط ما بين السكريات وما بعضها، عندي مثلا جلايكوسيديك بوند، استخدم انزيم اسمه جلايكوسايديز. الجلايكوسايديز ده بيكسر الجلايكوسيديك بوند. طيب عندك مثلا بروتينات ماسكه في بعضها، بيبتيدشين بيبتايديز، يجي انزيم اسمه بيبتايديز. كل الحاجات دي سب كلاسز تبع الايه؟ الهيدروليز. كل فكرتهم انهم بيكسروا او بيفصلوا الحاجات دي باستخدام الميه، يعني يكسر ما بين البيبتايد والبيبتايد، او يكسر ما بين، يكسر الجلايكوسيديك بوند او الكربونات ما بينها وما بين بعضها، او لو كربونه ماسكه في نيتروجين، او لو كربونه ماسكه في اكسجين. المهم ان هو فكرته بيكسر الروابط وبيشيل حاجات بس باستخدام الايه؟ الميه. فعشان كده تسمى هيدرو يعني ميه، فتسمى هيدروليز. عندك مثلا هنا كنا بنضيف فوسفيت فقلنا اسمه كينيز. طب والله لو انا عندي مركب ايه والمركب ده ماسك فيه فوسفيت، وانا قمت جايب محلله ومفتته بالميه وشلت الفوسفيت ده ورميتها، فالانزيم ده اسمه فوسفاتيز. جميل؟ طيب يبقى كده خدنا الترانسفيريز وخدنا الهيدروليز. نخش على النوع اللي بعد كده اسمه لايز، ولايز ده جاي من لايسز. لايسز يعني بيحلل او بيكسر، بس ده غالبا مش بيبقى بالميه. هو ممكن هنا كنا بنضيف ميه، ده ممكن نضيف ميه بس مش كومون قوي. الكومون ان احنا يا اما نشيل ميه، يا اما نشيل امونيا، يا اما نشيل كربون دايوكسيد، بنشيل اي مجموعه يعني. لايز بنحلل بنكسر المركب بس غالبا بدون استخدام الميه. يبقى ده الاساس فيه ان احنا نستخدم ميه، ده ممكن بس مش قوي. الغالب ان احنا مش بنستخدم في اللايز ده ميه، بنشيل حاجه ثانيه. يعني ايه مثلا؟ اديني مثال يا دكتور. هقول لك انا اديك مثال. مثلا انت عندك مركب ايه؟ المركب ده بيبقى ماسك فيه حاجه اسمها الامونيا. انا بكسر الامونيا عن طريق انزيم اسمه دي امينيز. يبقى انا بكسر المركب عن طريق ان انا اشيل الامونيا. خلي بالك في حاجه، انا بكسر هنا المركب اللي فوق دي كانت اسمها امينو ترانسفيريز، انا كنت بنقل مجموعه امونيا، انما هنا بكسر المركب بحلله عن طريق ان انا اشيل منه الامونيا، فالمركب يبوظ او يتحلل او يتكسر. ممكن مثلا ايه تاني؟ عندي مركب وفيه سي او 2، اشيل السي او 2 ده منه وافضفض المركب واحلله، اعمل له تحليل، يبقى ايه؟ دي كاربوكسيليز، عشان ده كربون دايوكسيد فبشيله، يبقى اسمها دي كاربوكسيليز. اشيل ميه، خلي بالك انا كنت بحط ميه، بفتت المركب عن طريق ان احط فيه ميه، فكان اسمه هيدروليز، انما هنا بشيل منه ميه. مركب ايه مثلا اهو، وبشيل منه H2O، فيتسمى دي
دي وكان اسمها هيدرو، ميه يعني ميه هيدرو، فسمى دي هيدراتيز. ممكن مثلا مركبات ما بينها وما بين بعضها كربونات اكسرها بس بدون استخدام الميه، في حق يبقى ده انزيم اسمه لايز او سيتريت مثلا، عايز اكسر السيتريت والكربونات اللي ما بينه وما بين بعضها اشيلها، يبقى سيتريت لايز. يبقى فكره اللايز دي انها بتكسر وغالبا بدون استخدام الميه. الهيدروليز بتحلل الانزيم بالميه، الترانسفيريز بتنقل مجموعه لمجموعه ثانيه. طيب الايزومريز، احنا في حاجه اسمها ايزومر وفي حاجه اسمها ايبيمر. مثلا الجلوكوز ده فيه دي جلوكوز وايه الجلوكوز دول ايزومر، الايبيمر مثلا زي الدي جلوكوز والدي جلاكتوز. تمام، احنا بقى عندنا انزيمات شغلتها كده، اكيد انتوا طبعا خدتوا الحته دي في الكربوهيدرات، عن انزيم اسمه ايزومريز يحول لك الجلوكوز من دي ال من دي فورم ال ال فورم، يحول لك الجلوكوز للجلاكتوز يبقى حوله للايبيمر بتاعه، فيتسمى الانزيم ايه، ايزومريز او ايبيمريز. سهله وبسيطه دي ما فيهاش اي حاجه. طيب الانزيم الاخير اسمه لايجيز، مش عايزك تتلخبط ما بينه وما بين اللايز. يبقى الكلاس الاخير اللي هي رقم 6 اسمها لايجيز، وكلمه لايجيز جايه من لايجيشن، لايجيشن يعني يربط. يبقى الانزيم ده هيعمل ايه، هيربط حاجات ببعضها، يبقى ده اسمه لايجيز بالجي، انما ده لايز، لايز من لايسز يعني يحلل. تمام، اناليسيز يعني تحليل، لايجيز يعني يربط. طب اديني مثال يا دكتور، هقول لك على حاجه، في مركب اسمه سينثيز، انزيم اسمه سينثيز، سينثيز يعني بيصنع، يعني هيجيب حاجه مع حاجه ويمسكهم في بعض، يبقى هو صنع مركب سي فيسموه سي سينثيز، يبقى المركب اللي صنع سي. وفي حاجه تانية برضو هي مش موجوده عندك في الكتاب بس مهمه تعرفك الفرق، حاجه اسمها سينثيتيز. ايه الفرق ما بين سينثيز وسينثيتيز؟ ما هو الاثنين تصنيع، اللي فيها تي دي بيبقى فيها بتبقى اكتف غالبا، بتحتاج لطاقه لكم طاقه اكبر. يبقى اللايجيزز دي اللي هي الانزيمات اللي بتربط مركبات ببعض وتكون لي مركب جديد، تربط مركب مع مركب فاديني مركب جديد، يبقى يسموها سينثيز او سينثيتيز. وقلنا الفرق الطفيف اللي ما بينهم ان سينثيتيز بالتي فيها طاقه. ايه تاني؟ مش انا كان عندي هنا في اللايز دي انزيم اسمه دي كاربوكسيليز بيشيل كربون دايوكسيد، بيشيل سي او 2 ثاني اكسيد الكربون. والله ده انا ممكن اكون مركب جديد اربط عليه سي او 2، يعني ماده مثلا سبستريت احط عليها سي او 2، يبقى انا عملت كاربوكسيليشن، فالانزيم يتسمى هنا كاربوكسيليز لانه بيضيف كربون دايوكسيد، كاربوكسيليز. لو هشيل الكربون دايوكسيد من المركب ده اسمها دي كاربوكسيليز. تمام، دي كده فكره باختصار فكره الايه، الانزيمات. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى احنا عندنا دلوقتي الكلاسيفيكيشن اوف انزيم ايه، ممكن تبقى اوكسيديشن ريدكشن او اكسيد ريدكتيز، ده النوع الاول او الكلاس الاول من الانزيمات اللي هي الانزيمات الخاصه بتفاعلات الاكسده والاختزال، انزيم بيشيل اكسجين، انزيم بيحط اكسجين، انزيم بيشيل هيدروجين او الكترون وهكذا، دي بيسموها الاكسيدو ريدكتيز العيله الاولى. ودي ممكن تتقسم لاربعه سب كلاسز، يبقى الفئه الاولى بنقسمها لابناء صغيرين سب كلاس، يا اكسجينيز بيضيف اكسجين بس، سواء كان بيضيف اكسجين ثنائي ذرتين يعني او ذره واحده، يبقى الاكسجينيز يا اما داي اكسجينيز يا اما مونو اكسجينيز. وقلنا المونو اكسجينيز ده ممكن يتسمى اسم ثاني كده هيدروكسيليز على جنب، ممكن معلومه ليك. طيب دي اول حاجه، ثاني سب كلاس اوكسيديز، وقلنا ان ده بيشيل هيدروجين ويحطه على اكسجين، والدي هيدروجينيز ده بيشيل هيدروجين وبيحطه على عربيه ثانيه مركبات عضويه. طيب والريدكتيز لا ده بيضيف هيدروجين، انت بقى بتشيل هيدروجين بتضيف هيدروجين بتشيل اكسجين بتضيف اكسجين، كل ده بيندرج تحت مسمى اوكسيدو ريدكتيز او اوكسيديشن ريدكشن. بعد كده في اربعه تانيين، رقم 2 ترانسفيريز، دي بتنقل مجموعه من مكان لمكان. هيدروليز زي ايه مثلا، هنا زي امينو ترانسفيريز بتنقل مجموعه الامينو جروب، الكينيز بينقل الفوسفات، هيدروليز يعني دي بتكسر باستخدام الميه، الجلايكوزيديز بيكسر الجلايكوزيديك بوند، البيبتيديز بيكسر البيبتيد بوند، ايه تاني، الفوسفاتيز بيشيل الفوسفات فيكسر الفوسفات الرابطه اللي ما بين الفوسفات وما بين المركب اللي هو فيه. طيب لايزيس، لايزيس يعني بتحلل برضه بس غالبا بدون استخدام الميه، بتخش على المركب تفتفته زي ايه، دي امينيز بشيل النشا من هنا الامونيا، دي كربوكسيليز بشيل سي او 2، دي هيدراتيز بشيل الميه. طيب ايزومريز، الايزومريز بشيل فيها بحول المركب من بحوله للايزومر او الايبيمر بتاعه، والله لو هحوله للايزومر اسميه ايزومريز، لو هحوله للايبيمر بسميه ايبيمريز. وثم اللايجيز وديت بتستخدم في تكوين مركب جديد اصلا زي السينسيز، سينسيتيز بضيف حاجه بربط حاجه في حاجه، كاربوكسيليز. تمام، دي كده كانت الجزئيه الخاصه بالكلاسيفيكيشن، اتمنى تكونوا فهمتوها. يلا بالتوفيق ان شاء الله، السلام عليكم.